أنا شخصياً أرى جميع الألوان من خلال اللون الأسود وتدرجاته، لأن الأبيض أغلب الأحيان هو لون الورق، ولذلك استخدامي للون الأسود اللي هو في حقيقة الأمر مجموعة الألوان. لو أخذنا طبيعة الأسود هو من مجموعة الألوان اللي تخلق اللون الأسود، فأنا أذهب إلى تشكيلة هذا اللون، ولذلك المشاهد عملياً يرى تدرجات لونية مختلفة في العمل الفني، وهو سر قوة هذا العمل. طبعاً الحفر على الورق بذاته بعد أن يطلع باللون الأسود هو البحث عن أصل الورقة، لون الورقة وترسيخه. كثير من المشاهدين أيضاً هذا أثارهم، وحتى دعيت في معرض من معارضي، دعيت الجاليريستا أن يدعو الجمهور لتلمس العمل السطح حتى يشعر بطبيعة هذا العمل، هو لأنه غير بالرؤية ما ينشاف، ولكن في اليد ينحس هذا الشكل من الحفر اللي هو ينطيني حقيقة طاقة اهتزاز بالعمل الفني. هذا الحفر هو في ذاته هي طاقة داخلية للعمل. أنا أبحث عن الطاقة في داخلية للعمل الفني، وهذا حقيقة دائم ومستمر في كل الأوقات وفي كل الفترات اللي اشتغلت بها والأساليب اللي قدمتها. هو بحثي أيضاً في الطاقة الداخلية للعمل الفني، باعتبار أنه هي الوحيدة اللي تسمح للعمل الفني أن يكون، أن يعيش، يعني أن يبقى. أنا شخص مولود في عالم ذات تاريخ أيضاً، تاريخ الإسلامي والتاريخ العربي أيضاً، وميزة الفنون الأساسية في الفنون العربية والإسلامية هو شغلة الزخرفة اللي تعتمد الشكل الهندسي والشكل النباتي. أنا بدل ما تكون عملي زخرفي واستعين، أنا أستخدمه كقاعدة أيضاً إلي. وأنا أعتقد أيضاً اليوم إذا قارنا بين الفن المعاصر الحالي والفن الإسلامي اللي يعتمدون كلاهما على التكرار، تكرار المفردة الفنية، اليوم في أي جاليري تقدر تروح تشوف معرض معاصر بآخر يعني المودات، أن تجد مفردة فنية واحدة مكررة إلى 20 أو 30 أو أكثر من القبيل هذا، أو مرات يملون جدار كامل من مفردة فنية واحدة. حاولت أن أستثمر العلاقة بين الفن العربي الإسلامي وبين أو الإسلامي بشكل عام وبين المعاصر اليومي، ما أستخدمه من مفردات ما أملي أنا على نفسي، بقدر ما العمل الفني نفسه هو اللي يملي علي متى أستخدم المفردة الهندسية ومتى أستخدم المفردة النباتية. وفي بعض الأحيان أيضا هناك مزج أو غير مرئي بين الشكلين، ولكن أنا شخصياً يعني
في الفترات الأخيرة حالياً أركز كثير على العامل الهندسي، مو باختياري الشخصي وإنما هو ما يفرض علي دواخلي والعالم اللي أنا أتعامل معه.